القبض على مدرب الكونغفو السوداني الذي كان قد ظهر وهو يتدرب في غابات الزياتين بالعمرة. إليكم تفاصيل القصة. تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر مهاجراً من أصل سوداني وهو بصدد التدرب والقيام بحركات فنون قتالية في غابات الزيتون بمدينة العامرة من ولاية صفاقس. وبعد التثبت اتضح أن ذلك المهاجر هو في الأساس مدرب فنون قتالية كونغ فو، وهو موجود مع جملة المهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء والذين يتمركزون حالياً بشكل مكثف في منطقتي العامرة وجبنيانة. وأثارت تلك الصور تساؤلات عديدة من مواطنين تونسيين، وعبروا عن استغرابهم من سبب وجود هذا المدرب داخل الأراضي التونسية. الناطق والرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن شحا أكد في تصريحه للإعلام المحلي القبض على هذا المدرب السوداني أثناء محاولته اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير نظامية بمدينة الشابة من ولاية المهدية رفقة مجموعة من المهاجرين. كما أكد المصدر المسؤول ذاته فتح بحث تحقيقي ضده بخصوص استعمال أنظمة الاتصال لبث الرعب في صفوف المتساكنين وترويعهم، مشيرا إلى أن عقوبة التهم المنسوبة إليه في صورة ثبوتها يمكن أن تصل إلى 5 سنوات سجناً.